في الحقيقة لا أعتقد أنها تراجعت أهميته، لأن التخارج ليس فقط من أجل الحصول على موارد إضافية بالعملة الأجنبية، ولكن أيضا لإعطاء رسالة إيجابية عن تراجع دور الدولة في إدارة المشروعات والشركات. وده كان أعتقد هو من ضمن برنامج صندوق النقد للإصلاح الهيكلي، أن يتراجع دور الدولة ويزداد دور القطاع الخاص، والتخارج من الشركات هو إحدى الوسائل لتحسين الهيكل الاقتصادي للاستثمار في مصر. لم يتراجع، ولكن هناك طبعا كما تعلمون تفضل. طيب دعنا نتحدث إذن عن التحديات التي لربما اعترت هذا البرنامج، ونحن على عدد من السنوات الماضية ونسمع دائما عن مستهدفات، إما من حيث عدد الشركات التي سيطرح أو من حيث عدد الإيرادات التي يمكن تحصيلها. كانت إحدى العقبات التي تواجه هذا البرنامج أستاذ محمد هي مشكلة سعر الصرف، ولكن اليوم مع تحرير هذا السعر وتعويم الجنيه ووجود سعر صرف واحد فقط الآن في مصر، هل تعتقد بأنه مسألة سعر صرف الجنيه لا تزال تشكل هاجس للحكومة وللمستثمر الأجنبي؟ لا أعتقد أن سعر الصرف أصبح هو العقبة حالياً. سعر فعلا زي ما حضرتك تفضلت أصبح سعر واحد، وبالتالي ليس هناك شك في ذلك، والمناخ مهيئ لهذه الطروحات. كل ما هنالك هو التطور السياسي الأخير في تكليف دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وكان متوقعا أما تصدر قبل العيد مباشرة، ولكن يعني أعتقد أن احنا خلال الأيام القليلة القادمة إما بنهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم سنشهد الإعلان عن الحقائب الوزارية، والتي تشهد أيضا تغيير هيكلي بضم بعض الوزارات كما تداولت الأخبار، وقد يكون هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتي قد يكون لها دور فاعل في هذا الملف. وبالتالي أعتقد أن هذا الملف سيتم تحريكه مباشرة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، وقد يكون هناك دور لوزارة الاستثمار، لأن الذي يحمل مسؤولية هذا الملف حاليا هو دولة رئيس الوزراء شخصيا كمسؤول عن الاستثمار، بالإضافة إلى معالي وزير المالية باعتبار مسؤول عن ملف الطروحات. فأعتقد قد يكون هناك نوع من التحرك بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الجديدة والشكل النهائي للحكومة. ولكن لماذا تم خفض المستهدف من إيرادات هذه الطروحات من 5 مليار بنهاية النصف الأول إلى 1.5 مليار كحد أعلى مع نهاية هذه السنة؟ يعني حتى بعد تشكيل الحكومة أمام الحكومة حوالي 6 أشهر، فما هي التحديات لربما التي ستواجه أو الإجراءات المطلوبة من هذه الحكومة لوضع برنامج الطروحات على سكة الطريق؟ هو إذا كان مقصود نهاية السنة المالية فإحنا خلاص اقتربنا، فاضل بقي عدة أيام، ولكن إذا كان مقصود الكالندر يير اللي هي 2024، فأعتقد 1.5 مليار ده رقم متواضع، ومن أعتقد من الأحرى على الحكومة في تشكيلها الجديد أن يكون هناك نوع من يعني التحرك بوتيرة أسرع، لأن الحقيقة حصل يعني هذا الملف بالذات شهد يعني تذبذبات وتراجعات في الطموحات عديدة خلال العامين أو الثلاثة الماضيين، وبالتالي أصبحت يعني شيء مطلوب وهام جدا سواء محليا أو سواء للحصول على موارد بالعملة أو لتنفيذ قصة الإصلاح الهيكلي وفقا لروشتة صندوق النقد الدولي، فلابد أن يكون هناك خطة أكثر طموحا. على الأقل 5 مليار التي سبق الإعلان عنها يتم تنفيذها قبل نهاية هذا العام، وهي واردة وبها إمكانية كبيرة للحدوث بناء على استقرار سعر الصرف القائم حاليا. هل تعتقد بأنه العامل الجيوسياسي قد يكون أحد العوامل التي يعني قد يعني تقلق المستثمر الأجنبي، وبالتالي هذا الذي دفع المسؤولين المصريين لربما لخفض
المستهدفات لهذه السنة من حصيلة الطروحات برأيك؟ أو بالتأكيد له تأثير على سيكولوجية أو على نفسية المستثمرين خاصة المؤسسات الكبرى، ولكن دعنا نقول أن رأس الحكمة حدثت في ظل هذه التذبذبات الجيوسياسية الحادثة بالمنطقة. ولكن زي ما حضرتك تفضلت في بداية التقرير، يمكن يعني تدفق الموارد بالعملة الأجنبية يعني أعطت نوع من البريك أو نوع من الهدوء في التحرك السريع في البرنامج، لأن بالتأكيد إذا تحسنت الظروف الجيوسياسية قد يكون هناك فرصة لتسعير أفضل للطروحات القادمة. أستاذ محمد، في ظل لربما عدم وضوح الرؤية حول برنامج الطروحات بالنسبة للبورصة المصرية، نلحظ في المقابل هناك خروج للشركات من البورصة، فبالتالي هل تعتقد بأنه برنامج الطروحات مهم جدا للبورصة المصرية أيضا؟ بالتأكيد البورصة المصرية منذ عدة سنوات تعاني من نقص البضاعة، زي ما بنقول هناك الفلو بتاع دخول شركات جديدة بأحجام كبيرة محدود نسبيا، وهناك شاهدنا أيضا تخارج عديد من الشركات بالشطب يعني نتيجة الاستحواذات، وبالتالي برنامج الطروحات هو جوهري ورئيسي وهام جدا بالنسبة للبورصة حتى تعود إلى زخمها المعهود وتعود المنافسة مع الأسواق النشطة بالمنطقة. فمصر تراجعت في الترتيب كسوق نشط نتيجة تراجع حجم رأس مال السوقي، وأيضا يعني مع انخفاض سعر صرف الجنيه أثر سلبا أيضا على القيمة السوقية بالدولار الأمريكي. نعم. وبالتالي برنامج الطروحات هام جدا لتغذية البورصة بالبضاعة الجديدة وإتاحة فرصة أكبر لدخول مستثمرين في الاستثمار غير مباشر من خلال البورصة.